أي مواطن مغربي وكأي مسلم في هذا البلد فعندي عادات والعادات نتاعي هما باينين، فكندي صلاة الفجر بحالي بحال أي تقريبا كاع المغاربة، وكنمشي للعمل نتاعي وكنقضي الواجبات نتاعي تقريبا نتاع رمضان كلها مع العائلة نتاعي وبعض الأقارب اللي هما أقرب ليا. وبطبيعة الحال في الفترة نتاع العشاء فبالنسبة لينا يعني فترة مقدسة لازم تحترمها.